إطار مكافحة شتى أشكال الجريمة في الوسط الحضري وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطن، قامت فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع مختلف الفرق بأمن الدائرة، دائرة خميس خشنة بأمن ولاية بومرداس، بتوقيف مجموعة من الأشخاص المتورطين في قضايا حيازة وحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، حيث تم حجز 3 سيوف من الحجم الكبير و7 سكاكين من الحجم الصغير، حيازة وعرض المؤثرات العقلية والمخدرات على الغير بطريقة غير مشروعة، حيث تم حجز 490 قرص مهلوس وكمية من المخدرات من القنب الهندي. في نفس السياق ومن خلال عملية شرطية تم توقيف شخص يقوم باستغلال محل تجاري بصفة غير شرعية لبيع المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، حيث تم حجز 336 علبة جعة و61 قارورة. تم إنجاز ملفات قضائية في حق المعنيين وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس خشنة لمباشرة المتابعات القضائية في حقهم.